مساء الخير مشاهدينا، ونرحب بكم في هذه الفقرة التي تسلط الضوء على المشاريع والمواهب الإماراتية. مشاهدينا، ضيفي اليوم خرج عن إطار المألوف بتشكيله للصلصال وتحريكه في مقاطع الفيديو. معي الآن الشاب أحمد العيدروس، أحد الموهوبين في مجال فن الصلصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية، ما شاء الله امتلكت موهبة في صناعة الصلصال، حدثنا عن بداياتك في هذا الفن. بداياتي في مجال الصلصال، مجال الصلصال كان مختلف ومجال التصوير كان مختلف بعد. مجال الصلصال كان بداية فضول كان، وحبي للصناعة والتشكيل وهذا، وكنت أشوف وايد شخصيات عن طريق التلفزيون، وكنت أتخيلهم لو أقول بس عندي ألعاب، بس كان عندي صلصال، فكنت أشكل منهم كألعاب. عقب مع مرور الوقت دخلنا على ثورة المواقع التواصل الاجتماعي، طلع برنامج اسمه فاين عبارة عن برنامج نفس الانستغرام تقريبا، وحتى بداية انستغرام يوم كان يتطور كان فاين أسرع من انستغرام. برنامج فاين يسمح لك أنك تصور لمدة 6 ثواني فقط. طبعا الناس بيضحكون يقولون إيش الفائدة من برنامج يصور مجرد 6 ثواني. بسبب البرنامج قدرنا نطلع منهم مشاهير، قدرنا نطلع منهم كوميدياني، قدرنا نطلع منهم ناس في الخفة وغيرهم. في 6 ثواني أنا قدرت أتعلم كيف أقدر أسوي تقنية إيقاف الحركة. كنت أشوف ناس يحركون كل شيء من حوليهم. حدثنا عن المجسمات التي عملت عليها وكيف استوحيت أشكال التي صنعتها. بدايتي كان مجسمات بسيطة، كنت أصنع منهم حيوانات وملامح وجه. مع الوقت شوي شوي قام يتطور، كان أول لون واحد، عقب تغيير في الحجم صار أكبر بشكل ملحوظ، وعقب صار في تفاصيل أكثر، وعقب صار في تنوع في الألوان. الأفلام اللي تصورها تمر بمراحل إلى أن ترفعها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما هي هذه المراحل؟ نبدأ بأول مرحلة اللي هو الستوري بورد أو خريطة اللي أنا أسميها، أن نمشي على حسب الأحداث والمشاهد القصة. أو مرات أحيانا أسوي لوب أن بدايته نهايته ونهايته هي بدايته. نعم، لاحظت أن لديك بعض المخطوطات على الإنستغرام ترسم بداية القصة ونهايتها، فهل تلتزم بها ككاتب أم تغير كما نرى بعض الكتاب؟ أنا أكون صريح وياك، أحياناً لا ألتزم. متى؟ يوم أحط مثلاً بعض النقاط، أن مثلاً هل لازم أي مثلاً إضاءة معينة أو أخذ زاوية معينة، أو مرات إذا أجرب فكرتين أن في نفس المشهد أطبق حركتين أو زاويتين مختلفين في التصوير. لاحظت هناك بعض المقاطع في الانستغرام كانت صامتة، لماذا اخترت أن تكون هذه المشاهد والمقاطع صامتة؟ أحياناً هي، أحياناً لا، أحياناً أن أحس أن المشهد جماليته بس في صمته، أن المشاهد يشوفه هو بس مركز في المشهد أكثر من ما الصوت يجذبه. هناك رسائل لكل مقطع فيديو تصنعه، ما هي أهم الرسائل التي تود أن توصلها للجمهور؟ رسائل مختلفة، منها رسائل تحفيزية ومنها رسائل تغييرية، تغيير نمط في الحياة أو اتجاهك أو طموحك تعدل عليها. مثلاً يعني كلمنا عن أحد الأفلام، وشو الرسالة اللي بغيت توصلها؟ فيديو 2020 اللي هو الفيديو نرحب فيه السنة الجديدة اللي هو سنة 2020. طبعاً في ناس متحمسين للسنة وفي ناس يقولون إن السنوات اللي طافت، فأنا قلت خلني شوي أكثر الروتين، أنا خلنا أقول هالسنة يرحبنا بمشاكل جديدة وتحديات جديدة. من باب أن بدل ما نبدأها بسعادة نبدأها بشيء غريب، نبدأها بحماس نقدر نقول. لاحظنا اختلاف أوقات مقاطع الفيديو، لماذا هذا الاختلاف؟ الاختلاف يطلع في عدد الفريمات. أحياناً في الأفلام العالمية يستخدمون 15 فريم في الثانية، يعني يأخذ 15 صورة عشان يطلع لك الثانية واحدة بس. أنا الحمد لله يعني قبل بدايتي كان 3 أو 5، وحين وصلت ل 12، يعني قمت أصور 12 صورة في الثانية. هل تختلف ما بين الصلصال والرسوم المتحركة نفس ما شفنا في بعض الشركات القديمة كانوا يستخدمون نفس النظام أتوقع؟ ما في اختلاف كبير، بس الاختلاف أنه في التصوير وفي القصة. بما أننا نتكلم عن التصوير، تستخدم أنت جهاز آيفون، ليش ما طورت للكاميرا؟ أنا قلت إن أمشي بالآيفون أفضل لأن حجمه صغير ويناسب على نقدر أقول يناسبني في وايد أماكن وين ما أروح أقدر أصور فيه، عكس الكاميرا أحيانا لازم أشله ويبلى مثبت ولازم يكون معي الكمبيوتر وأشبك فيه ومنتج فيه. نصيحة أخيرة توجهها لمن أن يود أن يدخل في مجال صناعة مقاطع الفيديو بتقنية إيقاف الحركة.
تقنية إيقاف الحركة تقنية جدا جميلة، مهارة جديدة الواحد يقدر يكتسبها بكل سهولة، وما أخبيها على الناس أنها هي تقنية جدا سهلة، أي حد يقدر يتعلمها ويقدر يستعملها في مجال عمله أو في الإعلانات وغيرها، ولكن يحتاج أن الشخص يكون جدا 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 صبور فيه، صبور ويكون مخطط صح ومصور صح. لو تعطينا مثال عن تقنية التصوير بإيقاف الحركة. الحين احنا عندنا التلفون وعندنا المجسم اللي بنصور فيه، وانا قبل كنت اولا كنت اضغط بصبعي على كل مشهد، والحين عندي جهاز بسيط او اقدر استعمل سماعة او اقدر استعمل ابل واتش اني اضغط على الجهاز اضغط على الكاميرا نفسها وهو يصور. فقبل ما نبدا في التصوير اول شيء نركز على الاضاءة بانه يكون الاضاءة موزعة على الشكل نفسه، ونفس الوقت نحط تقنية الشبح بأن أقدر أشوف الصورة القبلانية بس بشكل شفاف. أساس تقدر تتابع تحرك المجسم وين كان وين وصل. فنحط هني هاي تقنية الشبح، نأخذ له صورة فتقدرون تشوفون إيدي شبه شفافة، تقدرون تشوفون المجسم الأخضر وين كان. فكرته بشكل جدا بسيط، بعد كل صورة حركة بسيطة فأنا بجدم شوية، نقدر نشوف الاختلاف هنا بشكل بسيط في تقنية الشبح، نقدر نشوف ان الجسم شوية تحرك. ناخذنا صورة زين، ومرة ثانية نجدمه بعد شوي ونوخر يدنا طبعا، وعقب نشكلها راحتنا. فأنا حين مثلا تقدر تتابع حركة سير المجسم في البرنامج نفسه. نعم. من خلال أي برنامج؟ أنا أستعمل برنامج الستوب موشن، موجود في الأبل ستور وأندرويد حتى. برنامج للهواة ولا للمحترفين؟ في للهواة وفي للمحترفين. هو جدا بسيط، يشرح لك بشكل جدا بسيط كيف تستعمل البرنامج. ما شاء الله حين نلاحظ وأنت تحرك المجسم يبين لأنه مكعب، الموضوع وايد بسيط، بس أتوقع لو كان مجسم وفي شكل مثلا بيكون أصعب صح؟ صح، لأن مثلاً الوجه لازم أجلس أركز فيه في التفاصيل بشكل كامل، مثلاً ردات الفعل وقت الابتسامة وقت الحزن وقت الاندهاش، فلازم أركز مثلاً في حركة الفم والعين والحواجب وحتى الفك نفسه. فالحين مثلاً بنغير شكله من مربع إلى شكل دائري، فشوية بس نخلنا اللفة ندورها بشكل بسيط ونحطها، ناخذ له صورة ثانية. شمة شو رايك تساعديني في الفيديو؟ إن شاء الله، بس عطني إشارة على أساس أعرف متى أصور. مو مشكلة، بس من تشوفيني أراجع إيدي بس بطالعك وبس أضغط على الدقمة نفسها. أوكي تمام؟ إن شاء الله. زين، ممكن بس نجرب؟ زين. أوكي. مرة ثانية. لحظة. الحين شويه بعد بنغير في حركه الصلصال نفسه، فبنخليه زين. اتوقع الرؤيه بتتضح في النهايه. هي. مشاهدينا سترون الان مقطع الفيديو الذي عملنا عليه. الشاب أحمد العيدروس، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق في أيامك القادمة إن شاء الله. شكرا، وشكرا لقناة الشارقة. إذن مشاهدينا كانت هذه فقرتنا، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الفقرة القادمة، إلى اللقاء.